كابتن اسامه اجتهد طلوع الجيش ولعب على قد امكانياته وقدر يكسب المباراه. انت ضيعت فوز سهل، مبروك طبعا الاول لطلاع الجيش، زي ما علاء قال وصلوا للضربات الجزاء اللي هي 50% 50% مهما كانت صحيح. كفاءتك بيبقى فيها شيء من التوفيق. والشناوي عمل اللي عليه في ضربات الجزاء، صد اثنين وبسام صد ثلاثة، يعني الاثنين عملوا اللي عليهم والتوفيق كان مع بسام ومع فريق طلائع الجيش. انت ضيعت ماتش كان سهل في ايدك. طلائع الجيش من اول ما الماتش ابتدى لغاية الدقيقة 120 نفس الاسلوب، يمكن بس هو متأخر نزل كريم الطيب في الدقيقة 60 او 65 على اساس يلعب براس حربة، وبقى يعني تشم بعض الخطوره النسبيه عندهم في اجوان مره شويه نسبيا لكن مش قوي. انت مسيطر على الماتش لكن انت وقعت في اخطاء كتيره جدا. اولا ما فيش الشراسه اللي صحيح. تقول انا عايز اخد الماتش، يعني الماتش بيروح منك. يمكن احنا قلنا بين الشوطين الرغبه مش موجوده، يعني ما فيش كده اللي هو الموت ان انا عايز اخد الماتش. حتى احنا بين الشوطين اتكلمنا قلنا الخوف ان نتجر لضربات الجزاء الترجيح، لان خلاص هتتساوى الوضعيه هتتساوى معاه. فانت يعني اتاخرت وبعدين ابتديت تعمل حاجات غريبه. اولا زحمت الدنيا بعدد كبير جوه ال 18 وبتسيب الاطراف الملعب ما فيهاش حد، يعني ابتدى يخش بقى حسام حسن جنب شريف جنب صلاح محسن واحيانا كمان مكسوني كمان بيخش. هنتكلم في اسباب الخساره بعد يعني كده. انا اقصد انت مسيطر والامور قدامك سهل انك تكسب، بس انت ما بتلعبش بالشكل المظبوط في الاطراف، انك تستغل الاطراف كويس عشان تبقى متوزعين جوه ال 18 كويس. انت ابتديت تلجا انك انت عايز تعمل كور جوه ال 18 طويله، يا تمشي يا ما تمشيش. حتى احيانا كان بسام بيغلط ومفيش متابعه. مظبوط. فاللي انا عايز اقوله انت سيطرت على اللقاء بس بدون اللي هي ايه الرغبه المؤكده انك انت عايز تطلع بالمباراه. فهارد لك للنادي الاهلي وجماهيره، ومبروك لطلائع الجيش وصلوا اللي هم عايزينه ووفقوا في ضربات الجزاء.